مرحبا شيخ بشارة. أهلا رياض بيك، تفضل. بتصدق شيخ بشارة؟ كنت جاي أقول لك شي ونسيت. وأنا كمان قلت هلأ لما بشوف رياض بيك الصلح بدي أقول له شي ونسيت. يمكن نتذكر بعد شوي. حكيت شي لبنان اليوم؟ إيه رياض بيك، تلفنت. أي من الأيامي ما في شي بيتاكل بلبنان، كله فاسد وملوث ومثلين جراثيم. وأنا قالولي كل ما تطوف الدنيا نص ساعة تنوصل بيروت بالبحر الأبيض المتوسط. بس يا عمي أنا كنت جاي أقول لك شي غير. وأنا كمان ما تذكرت. بتصدق رياض بيك إنه مبارح فت على الجوجل لقيت في أناية ماي وعبارة بفرن الشباك بعضن مثل ما كانوا لمن أنا دشنتن؟ ولو هيدي الأناية كانت معمولة لبيبي 200 شخص، هلأ بدها تستوعب بيبي 20,000، أكيد بدها تفيض. أنت الصادق 40,000، مش حاسب السوريين؟ شيخ بشارة، تذكرت شو بدك تقلي؟ أنا لا رياض بيك، وأنت تذكرت؟ وأنا كمان لا. عرفت بداعي الشيخ بشارة؟ ايه، وخبروني انه في مرض اسمه الابولي خيفينين منه هالايام. الايبولا شيخ بشارة، وفي مرض كمان ضارب النسوان قريب البوكعيب، بيورم المرأة وبيسقط من مطرح لمطرح. قريب البوكعيب؟ شو اسمه؟ وبظن البوطقس. اف يا رب تنجينا. ايه يا بشارة، بكرة الاستقلال. بكرة عيد الاستقلال وأنا أقول شو بدي أقول لك. وأنا كمان يا زلمي، والله ناسي ومش تاشيش ببالي استقلال. شيخ بشارة، رياض بيك، نسونا الاستقلال، اتفقوا عليهم.